يعني في الحقيقة الموضوع متعلق بأن ناس كتير جدا يا جماعة والله اعتزلت في النادي الأهلي. يعني ناس كتير جدا عملت تاريخ في النادي واعتزلت في النادي، والأهلي كمل وبياخد بطولات وبيكسب مباريات وبيعمل كل حاجة. يعني كابتن محمود الخطيب يعني اعتزل، كابتن مصطفى عبده اعتزل، بركات أبو تريكة وائل جمعة متعب، كل الأساطير دول اعتزلوا. بس هم اعتزلوا عندهم رصيد كبير جدا عند الجمهور، وده اللي بيبقى مع الاختلاف يعني كل واحد ودماغه يعني. لكن في نفس الوقت الناس دي اعتزلت، انا اللي يهمني في الاخر ان نادي بحجم النادي الاهلي لا بيكمل مسيرته والامور بتمشي والله ما فيش اي مشكله خالص يعني في كل الاحوال. ترند الاهلي ايه النهارده؟ يلا بينا. صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك نشرت احصائيات مواجهات الاهلي واسوان. الحساب الرسمي لموقع سوبر كور على تويتر قال ان فايلر يقرر ضم ياسر ابراهيم لقائمه الاهلي لمواجهه اسوان. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر قال ان فايلر يدرس الاطاحه برامي ربيعه من تشكيل الاهلي امام اسوان. رامي موقوف طبعا. الحساب الرسمي للاهرام على تويتر كتبوا ان فايلر يحذر معلول وهاني وفتحي من البطاقات الصفراء قبل لقاء القمه. اما الحساب الرسمي لموقع يلا كوره على انستجرام نشروا تصريحات لنادي اسوان ان مواجهه الاهلي لن تنقل الى استاد الاهلي والسلام. ورساله تحفيز للاعبي الاهلي الفتره القادمه، وده من حساب مازيكانو على فيسبوك، وده دور الجمهور واحنا هنقرا الرساله دي لازم نقراها. الحساب الرسمي لموقع بطولات على تويتر كتبوا ان الايام القادمه هتشهد انفراجه في تمديد عقد لاعب الوداد قبل مواجهه الاهلي في دوري الابطال اللاعب اللي هو محمد النهيري. طيب هعلق على بعض الاخبار سريعا قبل ما ناخد زميلنا العزيز كريم احمد مراسل الاهلي عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق قبل 24 ساعه من مباراه الغد. وانا عايز ابتدي بصفحه الاهلي اليوم على فيسبوك واللي نشرت احصائيات مواجهات الاهلي واسوان. الفرقتين لعبوا 19 مباراه بالدوري، الاهلي فاز في 18 واكتفى اسوان بتحقيق فوز وحيد، وما فيش تعادل خالص في مواجهات الفرقتين تاريخيا. الاهلي سجل 43 هدف في شباك اسوان في مقابل اسوان سجل 8 اهداف في شباك الاهلي. الهدف التاريخي للمواجهات ما بين الفرقتين 7 اهداف لحسام حسن نجم النادي الاهلي الاسبق. طيب كمان الحساب الرسمي لموقع سوبر كوره قال ان فايلر يقرر ضم ياسر ابراهيم للقائمه، ياسر ابراهيم خف خلاص وبقى جاهز للتواجد في قائمه النادي الاهلي بكره. قبل ما اروح لكريم كمان في جزئيه مهمه للوطن سبورت اتكلموا عنها وهي موضوع الاطاحه برامي ربيعه من تشكيل الاهلي. هم بس فايتهم حاجه يعني ودي بتحصل ما فيش مشكله، ان رامي موقوف. هتقول لي ازاي موقوف وهو كان موقوف المباراه اللي قبل اللي فاتت؟ المباراه اللي قبل اللي فاتت هو اتوقف فيها عشان خد طرد في مباراه سموحه ما قبل كورونا، اخر مباراه قبل كورونا، لكن كان في رصيده انذارين، خد الانذار الثالث في مباراه الانتاج فبالتالي هيغيب عن المباراه القادمه. الرساله بس اللي عايز اقراها قبل كريم وده امر مهم جدا لان ده الدور اللي لازم كلنا نقوم بيه خلال الفتره الجايه واللي قام بيه طبعا كمان حساب ماجيكانو على فيسبوك، وقالوا رساله تحفيزيه للاعبي الاهلي خلال الفتره القادمه. قالوا ايه؟ قالوا لازم نقفل على الفريق الفتره اللي جايه تمام ونبعد اللعيبه عن الاحداث اللي بتحصل دلوقتي دي، لازم يكون في تركيز كبير الفتره اللي جايه لان بعد شهر تقريبا هنلعب نصف نهائي افريقيا ودي البطوله الاهم بالنسبه للجماهير في الوقت الحالي مع حسم الدوري طبعا باذن الله. احنا في اهم فتره في الموسم، لازم اللعيبه تفهم كده وتبعد نفسها عن اي حاجه تشتت تركيزها. كلام مهم قوي من جمهور النادي الاهلي. نروح لكريم. يا مساء الخير عليك يا كريم، اهلا بيك. كل التحية ليك زميلي امير هشام، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا كريم من استاد مختار التتش واستعدادات النادي الاهلي الاخيره لمواجهه الغد امام اسوان. طمنا يا كريم ايه الجديد عندك؟ كالعاده طبعا يعني زميلي امير طبعا بنقول مفيش راحه وضغط مباريات كبير جدا تحديدا كمان مباراه اسوان اللي بيستعد لها النادي الاهلي بكل جديه وبكل قوه غدا على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء جوله 20 ان شاء الله. كالعاده في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، تاكيدات اكيد من الجهاز الفني مستر ريني فايلر كابتن سيد عبد الحفيظ غلق الصفحه تماما للمباراه الاخيره بالنسبه طبعا للتعادل الاخير. هدفنا طبعا هو الثلاث نقاط، لكن كل مباراه انت عارف زميلي امير بيكون ليها ظروفها وليها امور عديده جدا، فان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده وهي ان شاء الله باذن الله تكون مباراه اسوان
ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعاده لفريق النادي الاهلي للاستمرار في سلسله الانتصارات والحصول ايضا ان شاء الله باذن الله على بطوله لقب الدوري العام تدريجيا كده بناخدها خطوه خطوه. مباريات عديده ومباريات قويه وكمان تحديدا مباراه اسوان القادمه هتكون مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي لان عنده مباراه الزمالك المباراه اللي هتكون يوم 22 ان شاء الله. لكن كالعاده كل مباراه بيكون ليها تركيزها الكامل لفريق النادي الاهلي للجهاز الفني وده اللي اكد عليه مستر ريني فايلر. كان في محاضره فنيه قبل انطلاق المران يمكن نقدر نقول هو 5:30 تماما هيكون التدريب بالفعل الرئيسي لفريق النادي الاهلي. المحاضره الفنيه اتكلم فيها بشكل كبير جدا الجهاز الفني على غلق الصفحه التركيز الفتره القادمه والتاكيد كمان يا امير على الدخول في المباراه يكون بشكل قوي وبشكل جيد جدا. شفنا المباراه الاخيره دخول فريق النادي الاهلي ما كانش بالشكل المطلوب لكن ده اللي بياكد عليه كل الجهاز الفني لابد يكون الدخول بشكل قوي لاستغلال انصاف الفرص. وزي ما طبعا ما احنا شايفين تدريب فريق النادي الاهلي بدا بالفعل الجهاز الفني الكل بياهل اللعيبه لهذه المباراه. وزي ما انت ذكرت طبعا انا عايز اتكلم على اكثر من نقطه بالنسبه لرامي ربيعه تحديدا. يعني في ناس كتير ذكرت ان رامي ربيعه خارج الحسابات الفنيه لكن زي ما انت اكدت زميلي امير رامي ربيعه حصوله على انذارين في مباراه سموحه ثم الطرد واكيد في المباراه الاخيره انذار كمان فثلاث انذارات بيعود كمان بقى خلاص بعد رامي ربيعه وايقافه بيعود ايمن اشرف. عندنا بدلك شويه بالنسبه لخط الظهر يعني ياسر ابراهيم اصابه ايمن اشرف بيغيب وبيعود رامي ربيعه بيغيب وبيعود تاني لكن ان شاء الله باذن الله لابد يكون لعيبه النادي الاهلي عندها حرص كبير جدا في التدخلات في الحصول على الانذارات لان عندنا عدد كبير من اللعيبه سواء عندهم انذار واحد او انذارين. يعني اللي عندهم انذارين طبعا محمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي اكيد من التاكيد ان الجهاز الفني حذرهم بشكل كبير جدا لابد يكون التدخلات يعني ما يبقاش فيها عنف شويه الالتزام ضبط النفس بشكل كبير جدا في المباريات لان محتاجين كل اللعيبه ان شاء الله خلال المرحله القادمه. كمان ياسر ابراهيم انت اكدت عليه بيعود من جديد درب بشكل كبير جدا وخد جرعه تدريبيه كامله امس في تدريب الامس والنهارده كمان هيكون متواجد بشكل قوي جدا. ايضا محمود متولي ومروان محسن يعني الاثنين طبعا كان عندهم بعض الاجهاد العضلي اشتكوا منه في تدريب الامس لكن مع اطمئناننا طبعا من خالد محمود طبيب النادي الاهلي اكد ان هو هيكونوا متواجدين اتعمل لهم ريكفري كويس جدا امس ان شاء الله يكونوا متواجدين في مباراه الغد. المباراه اكيد هتكون قويه لفريق النادي الاهلي احترام المنافس ده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل اللعيبه لابد يكون في احترام جيد جدا استغلال الفرص الدخول في المباراه. التكتيك كمان كل مباراه لها متطلبات ليها ظروف ليها لعيبه وممكن نشوف بشكل كبير جدا تغييرات في فريق النادي الاهلي او في تشكيل فريق النادي الاهلي غدا ان شاء الله في هذه المباراه. طيب كريم عايز اطمن على الحاله المعنويه والذهنيه عند لاعبي النادي الاهلي عقب التعادل الاخير امام الانتاج وقبل فتره حاسمه ومهمه جدا في مشوار النادي الاهلي سواء محليا وافريقيا. لسه شويه على الجانب الافريقي لكن انت عندك ماتشين ورا بعض بنركز في ماتشات اللي بتواجهنا في الاول مباراه اسوان وبعد كده عندك مباراه الزمالك يوم السبت باذن الله تعالى. الحاله الذهنيه والمعنويه عند لاعبي النادي الاهلي من خلال رؤيتك داخل الملعب. نقطة مهمة جدا طبعا زميل امير وهي حالة التركيز والرغبة والتجديد الدوافع بشكل كبير جدا وده اللي بيقوم بيه اللعيبة الكبار. يعني اقدر اقول لك ان اللعيبة الكبار سواء الشناوي ووليد سليمان مش عايز انسى حد من كل اللعيبة الكبار النهارده جمعت اللعيبة قبل التدريب والحديث كله اكيد طبعا عن التركيز على المرحلة القادمة ولابد يكون في دوافع متجددة بشكل كبير جدا عند اللعيبة عندها رغبة طبعاً بشكل طبعاً. كبير الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي وانت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالثلاث نقاط لكن بناكد كل مباراة بيكون ليها ظروف بيكون ليها استثناءات بيكون اللعيب سواء في بدلك النهارده متواجد او الفريق بشكل عام بيكون في بدلك في المباراه لكن باكد لك ان في حاله جاهزيه بشكل كبير جدا خلاص الصفحه اتقفلت بشكل كبير بالنسبه للعيبه النادي الاهلي المعنويات مرتفعه الامور كلها ان شاء الله باذن الله تصب بمصلحه فريق النادي الاهلي. كل اللعيبه مركزه كل اللعيبه ان شاء الله عندها امل كبير جدا باذن الله ان هي تستمر في سلسله الانتصارات بيبان في الجديه يا امير وبيبان في التدريبات وبيبان الحماس الكبير وده اللي بناكد عليه لما بنقول عندنا ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي ما بنقولهاش من فراغ لان بنشوف حماس وجديه كبيره جدا. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا بالنسبه للفوز او التعادل او الخساره لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا جاهزه ان شاء الله باذن الله ان هي تحصد ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا لفريق النادي الاهلي باذن الله تعالى. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش وطمنا بشكل كبير جدا على الفريق النهارده في مرانه الاخير قبل مباراه الغد امام فريق اسوان. في الحقيقه مباراه غايه في الاهميه مهم قوي ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يظهر بالشكل المطلوب اللي يساعد معنويا في الفتره اللي جايه بشكل ايجابي. طيب انا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا فقرات اخرى في حلقه الترند النهارده استنونا.